السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مع بعض ميزة في 2019 و2020 ان انت لو عملت سيلكت على اي عنصر بيبدأ يجيب لك ان ده مسيف على اي اصدار. يعني هنا مثلا ده 2019، طيب لو رحنا على ديسكتوب عندي هتلاقي ده 2016، ده 2017، ده 2019، ده 2018، ده 2019. دي حاجة مهمة جدا وانا شغال ابقى عارف الاصدار ايه، بحيث مثلا لو هو 2016 وجيت فتحت على 2019 خلاص اتعمل له ابجريد، فما ينفعش تعمله داون جريد، ما ينفعش يشتغل على اصدار اقدم. فلو ناس شغالين معاك يلاقوا ان هو في صعوبه ان هو يتفتح، لو احنا متفقين كلنا 2016 وحد 2019 ما يفتحش، ده حصل كده في مشروع وعمل لنا مشكله كبيره، تمام. ودي من اكبر المشاكل او من اكبر الحاجات السيئه في الريفت، هو ان انت ما تقدرش تسيف لاصدار اقدم، غير بموضوع الاي اف سي ومش مضمون قوي، يعني غالبا بيضرب من الواحد. فدي الخاصيه دي من خصائص الواحد لازم يخلي باله منها.